كرة تأتي، تحولت إلى محمد جمعة، وحده لكنه يمرر بعد ذلك إلى أسامة الطيري. أسامة داخل منطقة الجزاء، خطيرة، الله، جول 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 جول، نعم 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 نعم، يسجل الريان، يسجل الرهيب عن طريق يوهان بولي. عاد يوهان وعاد الريان بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. يا سلام يا سلام يا سلام، لم يكن متسللا محمد سراج، ومرر إلى يوهان وسجل يوهان. يضرب بكل سهولة دفاع الغرافة، وبهذا الشكل يأتي في توقيت مثالي للغاية. الريان يعادل النتيجة ويسجل التعادل. وساتو وماتو خليهم مع الريان، هذه كرة الآن تلعب، وصلت خطيرة، يوهان بولي، يوهان بولي، الله، يسجل يوهان، نعم يعادل النتيجة يوهان للمرة الثانية. يعودون بأقل الأضرار، يعودون بهذه الطريقة، يعودون، ويسجل يوهان من أمام أسلم، من أمام أسلم، أسلم أسلم أسلم، خذ لك كرة وخذ لك طريقة وأسلوب، ويأتي لدينا يوهان بولي يسجل ثاني أهداف الريان في مرمى الغرافة. 2-2 2-2، لا تريد أن تنتهي المباراة، لا تريد، أوه.